في مدينة عمران باليمن امرأة تدعي أو تدعى السندية، لها 20 عاما، تسلب أموال الناس ويقصدها الكثير من الجهال، يسألونها عن المغتربين ما بهم ومتى يأتون، ويقصدها المرضى للشفاء، وإذا حضروا عندها جاءت بغطاء ووضعته على نفسها، ثم تقول بصوت متغير: فلان يأتي بعد كذا يوم أو شهر أو لا يأتي، والمريض فلان يشفى وهذا حرز له، وفلان لا يفيد معه الحرز. وتخبر النساء عما يكنه لهن الأزواج، حتى إن زوجتي ذهبت لها وقالت لها: زوجك يفكر في الزواج، فأرسلت لي زوجتي تطلب ورقة طلاقها، فأرسلتها لها وفيها الخلوع بالثلاث، هل هذا الطلاق صحيح أم باطل؟ علما أن له 6 شهور ولا أعلم ما السبب. وهذه المرأة تدعي أن معها أشراف يخبرونها، وكثيرا ما تقول الرجال: إن لزوجاتكم رجال غيركم، لتوقع بين الزوجات وأزواجهن. فهل في الجن أشراف يعلمون الغيب؟ أفيدونا بدقة عن هذا الموضوع. الحمد لله، هذه المرأة من الكهان، لأنها تدعي أنها تعلم عن المستقبل، وكل من يدعي أنه يعلم المستقبل فإنه كاهن كاذب، لا يجوز الإتيان إليه ولا يجوز تصديقه، بل إن تصديقه تكذيب للقرآن، فإن الله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والغيب ما غاب عن الإنسان من الأمور المستقبلة، فلا يعلمه إلا الله عز وجل. وهذه المرأة التي تدعيه هي أيضا مكذبة للقرآن، فيجب على ولاة الأمور أن يمنعوا مثل هذه الأمور في بلادهم، حتى لا يوقعوا الناس فيما يخالف عقيدتهم وفيما يكذب كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما تدعيه هذه المرأة من علم الغيب فإنه لا يجوز تصديقه أبدا، وإذا قدر أن ما تخبر به يقع منه شيء فإنما ذلك عن مصادفة أو عن أمر استمع من السماء، وتضيف هي إليه عدة كذبات لتموه على باطلها. لا. وأما بالنسبة لما تدعيه من مكالمة الأشراف من الجن لها، فهذا أيضا دعوى كاذبة، لأن الكاهن بجميع ما يقول وجميع ما يذكر من مؤثرات لكهانته يجب تكذيبه. والجن لا يعلمون الغيب بنص القرآن، يقول الله عز وجل: فلما قضينا عليه الموت ما دل، يعني سليمان صلى الله عليه وسلم، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، يعني عصاه، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فلا أحد يعلم الغيب، لا من الجن ولا من الملائكة ولا من الإنس. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وأما بالنسبة لقوله إنه خالع زوجته 3، فهذه مسألة الطلاق 3، وإذا كان يريد الرجوع إلى زوجته فإنه موضع خلاف بين أهل العلم، هل له أن يراجعها إذا لم يسبق له طلقتان على هذه المرأة أو ليس له أن يراجعها. والراجح أنه يجوز له أن يراجعها إذا لم يسبق له طلقتان على هذه الطلقة.
فإن في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق الثلاث على في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، قال كان الطلاق الثلاث واحدة. فلما تتايع الناس في هذا قال عمر رضي الله عنه أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم. وهذا نص صريح بأن إمضاء الثلاث على البينونة أمر اجتهادي من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وكما أن هذا مقتضى النص فهو أيضا مقتضى النظر، فإن الطلاق الثلاث أمره إلى الشرع لا إلى الإنسان، والإنسان لو قال أستغفر الله ثلاثا سبحان الله ثلاثا، لو قال دبر الصلاة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم قال بعده 33 ما كتب له 33. فإذا كان هذا لا يحصل في الأمور المرغوبة المحبوبة إلى الله عز وجل وهو الإثابة على ذكره وطاعته، فكيف يكون في الأمور التي غاية ما هي أنها من الأمور المباحة كالطلاق؟ فإنه لا ينبغي، يعني فإن النظر والقياس الصحيح يقتضي أن طلاق الثلاث واحدة، فيكون مؤيدا بالنص وبالنظر، كما أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، طلقوهن لعدتهن. والطلاق للعدة لا يكون إلا والمرأة في عند زوجها أي غير مطلقة، لأنها إذا طلقت بعد أن طلقت في نفس العدة لم تكن مطلقة للعدة. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله لو أن الرجل طلق امرأته اليوم وبعد أن حاضت مرتين أردفها بطلقة ثانية فإنها لا تستأنف العدة بهذه الطلقة الثانية، لا تستأنف العدة بهذه الطلقة الثانية، دل ذلك على أنها طلقة لغير العدة، وإذا كانت طلقة لغير العدة صارت غير مأمور بها، لأن الله يقول طلقوهن لعدتهن. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الطلاق الثلاث ولو بكلمات متفرقة لا يقع إلا واحدة فقط، إلا إذا تخلله رجعة أو عقد نكاح جديد.